بس اولا يعني احنا بشكرك جدا يعني ان احنا عندنا بجد والله يعني شباب مصري بيحاول بقدر الامكان يعني يقاوم كل هذه يعني المسائل السيئه والعظيمه. طبعا انت عارف الحديث يعني امرأة منكم منكرا يعني فده حاجه عظيمه جدا انك تحاول كده. بس حضرتك بتقول دلوقتي ان انت في قضايا اترفعت وان في محكمه قضاء اداري شغاله في هذا الموضوع وان لسه لم يتم الحكم فيها بيتم الحكم محكمه اداريه عليا. طيب انا بسالك بقى انت هل انت متخيل ان تكنولوجيا يستطيع اي حد انه يمنع الكلام دوت من